طيب مستشار ميشيل، عايز أسأل حضرتك على قانونية المنظومة، يعني فكرة أصلا تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، هل الموضوع قانوني؟ يعني التحول اللي احنا شفناه من يعني الإيصال أو الفاتورة الورقية إلى الإلكترونية على كل الفئات، هل هذا يعني شيء قانوني؟ ده هيختلف حسب الفئة. يعني أنا لو هتكلم على طبيعة عمل المحامي فإحنا كده هنقع في إشكالية دستورية. المادة 198 من الدستور بتقول إن المحاماة مهنة حرة ومستقلة تشارك العمل القضائي في أداء منظومة العدالة، فبالتالي أنا مش ببيع سلعة. لو خدناها من منظور تاني، حضرتك تسمعي عن محامي في مصر أو في الوطن العربي معاه سجل تجاري؟ لا طبعا، مفيش محامي في مصر مش من حقه إنه يطلع سجل تجاري، معاه بتاع ضريبية بس. طب ليه؟ لأنه مش تاجر. التاجر هو فقط اللي ليه حق يطلع سجل تجاري. طب هل يحق للمحامي طبقا للمنظومة المعمولة في مصر أو في الوطن العربي إنه يطلع سجل تجاري؟ لا، فبالتالي هو مش بيبيع سلعة عشان يطلع فاتورة. ففي وجهة نظر تانية بتقول إن قد تكون دي إهانة لطبيعة عمل المحاماة اللي بيشارك في الأصل في منظومة العدالة. أنا ما ببيعش سلعة عشان أطلع فاتورة. كمان أنا بس معترض على يعني على الأسلوب التشريعي. تعودنا الحكمة في التشريع بيجي عن طريق تدرج تشريعي، يعني مش منظومة تفرض ويتقال يوم 15 الشهر اللي احنا فيه يبقى فيه غرامة 20,000 جنيه. هما بقالهم يعني 8 مراحل بينفذوا فيها. طبعا مراحل كانوا اعلنوا في الاصل، هم طلعوا بيانات متناقضة، اعلنوا في الاصل ان المحامين بره هذه المنظومة ما عدا المحامين اللي بيتعاملوا مع الشركات، وهم صح في حتة المحامين الشركات ده بخصوص الفاتورة. بعد كده رجعوا قالوا لا ما يستثناش احد. فالموضوع اتطبق ومرة واحدة ومن غير تدريب عليه. كنت بناقش مع عمر بيه من شوية قبل الهوى، الخطأ في هذا الموضوع يحبس المحامي. لو في موضوع تم خطأ، لو في إيصال طلع غلط أو ما احتفظ بالإيصال، يحبس المحامي. فإحنا كده كمان في بعض الناس يعني المفترض في الحكمة التشريعية إن يراعى الظروف الاجتماعية. العالم كله في حالة يعني في حالة تضخم. عشان أشترك محتاج رقم هيدفع في هذا الاشتراك، ده غير الاشتراك السنوي. لكن الكلام على إن المنظومة هي بعض مجانية. المنظومة منظومة الفاتورة مجانية. لا يا فندم مش مظبوط. اللي تم الإعلان عنه. الإعلان اللي نزل للسادة المحامين اللي هم مش بيبيعوا سلعة وبيتعاملوا كأنهم كده معاملة التجار ومخالف للدستور، توقيع إلكتروني قد كذا، خاتم الإجمالي ما لا يقل عن 7,000 جنيه. ده كده الاشتراك الأول. فإحنا حملنا عبء لفئة قد تكون مش معها الرقم ده في التوقيت الحالي، كمان في ظل التضخم والظروف الصعبة اللي احنا بعض المحامين ومقيدين ابتدائي واستئناف ويقال عم يشتغلوا في مكاتب وما عندهمش الخبرة الكافية او الوقت او المال الكافي انهم يفتحوا مكاتب. فطبعا ده احنا كده حملناهم عبء في توقيت ما رعناش في الاعباء اللي في العالم كله.